عشان نونا راديو تمزيغ تماني ما توغكني وقاكني وكوتش مثو من شعاب الخاص يتوخصن الامتحانات البكالوريا ماني ما توغكني ويجنس رامي عيز عيز مري عشان نونا راديو تمزيغ تيني دنقص حسان غار وقتها يجنس رامي عيز يكني ويجان داني تاري يني جان جمدي ومان الراديو انت مزيخت يطحب زي وم ونطحب سينوجي ونغي عيزن باش نسيون خيم حضان نغ بالخصوص دي الظروفة الكورونا يبدر خاصن شوية رحال الدراسة عن بعد طبعا الظروف النفسية نسن ثقا شوية تبدر ثانية الدروس الدعم اللي تغاد تقن هذه شعال يعني تاخد من زيسن إذا التصن الحوايج يبدرن بالنسبة الطلبة يمحضاننا يغيرين إن شاء الله نتترس النجاح ذو فوق مرة الطلبة المغربية النغمني مجان عشان نعرض ينتمزيخت الاستعدادات للامتحانات البكالوريا ذيس تصن الجانب النفسي ذيس طبعا جوانب لوجستيكية يتوخصن رقوام يغيرين طبعا إيه محضانا من يغسعدون ممش غسعدون ممش غيري بالخصوص ظروف كورونا كفاش مامتك الدواك التعقيم التباعد الطباري كذا مش على العدد يغسعدون الامتحانات انطحب سينوجي ونغعزني كينغي جان زياربط انطحب الدكتور الحمداوي حمد الأستاذ والباحث ميسنا الريف والمعالج النفساني ومدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات وتوجيه الطفولة والأسرة إحنجان درواشون زي مجلس الجهة طحب بغس واتصل الأستاذ النغز مجلس جهة الشرق الأستاذ النغسي صلاح العبودي عضو مجلس جهة الشرق وثانية رئيس مدير تدبير مصلحة الموارد البشرية ذي المديرية الإقليمية للنظا انتحب سوى التص الأستاذ النغ يزوارس ثمعاونا كينغ وخغص التص الالتزامات تحييغ الأستاذ النغ خر وقت يذكشي البرنامج سنغي الله ثوحير سنغي الله التص قسنا طبعا الاجتماعات اللقاءات فقاذاسي الأستاذ النغ سمرة باروكي جن المديرة الإقليمية من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كيس تحب سوى التص ومثنغ جمال البكوري إجان نتا خل المركز الإقليمي للامتحانات للبكالوريا أنا قبل غنا حنسن ظروف كورونا مش قدم غذي البرنامج ذي من غطس التدابير غيب الدرن الطس نتمسريين يعني وتمشي به إن شاء من الامتحانات اللي يعذون البكالوريا اللي يعذون إذن لابد من الدعم النفسي أك الدكتور الحمداوي دكتور الحمداوي طلب النغي بدر خاسن الحار طلب البكالوريا المغرب من يكمر الظروف ترتشوها طبعا الحجر الصحي ذي ثودرين الدراسة عن بعد مذكشة مرة لغيت جد النتيجة مرة محضان سواء لينيجن ذي رتشورة ذي الكامبوات ذي ثندام الحالة النفسية نسن الطلبية كالوالدين سن يعني التصيب درخس نحار الطريج الجنع الصبان التص ممش غثيري التوجيه النش ذواور النش بالنسبة الطلبة والاستعدادات لامتحانات البكالوريا تفضل دكتور قصدي مزوارو خصوصيه سنيت مثلا غمار هذا غيتسران هذا موجه غير جن تحيه خاصه امينه شعاع الحاج النغ الصحفيه المتميزه شي يحفظها ربي دكتور الصحفيه جن دي الموعد كروقت عاود ثانيه باسم جسم النم تحيه الطاقم الاذاعه الامازيغيه الاخواني جن مسؤولين الاخواني كي الاخواني كي غي خدمنا الاخت تكنيكون زهاد ومثنى كمال كثرت الضيوف وحياتنا جن تحيه خاصه تحياك ني وسي دكتور الحمداوي انت يحفظها ربي لانه تقميج المجهود وغاسبو مثير باش تصيوضم الاخبار تفرح ميودان عاود ثانيه اثن هذا اسم تقنم باش تلقى الاخبار المليح الاخبار يوقع عندي الدونيش اشي حضر دكتور عاوتاني خصك اي جن السلام ضم قراني عيز سور يمر يمحضان النظ اي ان شاء الله دي شهر دي شهر يوسين مقبلين استعدام البكالوريا لانه انهني مترابطين دي جيا نخدمت باش استعدام البكالوريا دي جن الوضعية شوي تقسح ولكن ما تخصبو المغربيين وها تخصي وذن العالم مارا العالم مني نشين ذي جن مزين ذي جوغ زليز ذي الدنيا نعم خص غادي غير من النغ مش اسقان الوضعية نتنفس حنجانا
نشين ربما نسنيت شوي أول ذي المركز المغربي للأبحاث والدراسات تغن جدع من نفسي مغربيين ذي البداية جايحا كورونا تغن نتجاوب خسقسيثني محضارا نيوذا العائلة ذي الاثنين أرجمعا ذي اثنين أرى 24 إذن المركز المركز وين قطع شاغ وخاذي إثر جائحة جريحة كورونا يعني قيم غاوم استمرارية ذي اثنين يعني يومي لقاء موعد مولي لحد الساعة لحد الساعة لحد الساعة نظمنا سن ما يسمى يجونا في جون مصوب ويناسنا نسرية سن عود تانيا نمشي سقان نسرية سن تصورنا خل مشاكل سن عاود نتقدم سن التصن مش سقانا وين في النصايح الحلول الى اخره خص غادي مرة تسمح ذايا سمحنا غير ثمثنا غير نوجيونا نمعي الزين لقينا كيش تسرناش مرة لا ثانفسيش تمرن خص رصيف اتنجا خص اتنخزار مليح ثانفسيش نحن جينا مرة شوي تغث متعبة ذي الحجر الحجر الصحي نتديج الضروره باش نحافظ خرار واحد مغربيين نحافظ خرار واحد نيوذان لان صاحب الجلاله الله يشفيه يجيج الاختيار ذا مقران هو مين انا هو يخصد ينقذ خرار واحد مغربيين ويكشفوا لاهميه الاقتصاد ثانيتا هذا ديج الدرس ديج الفلسفه الطم قرانت باش تفهم مره مغربيين ثم هذا سنتاس في عقل واحد المرحلة الحجر تختلف ذيس اثنين المراحل رمي تبدأ ثم زواروت رمي يوذانو في نغفو ذرين السن يوقع الحجر يوقع جمونا في جنو مذهرش يوذان تسقسن خرخبار عود ثاني يوذان تقذان بالنسبة أنقيم دكتور على حسب الوقت من البرنامج باش طلب النغي دنقس حسان مرحبا والإعلان ينقي البرنامج ظروف الحجر زقيت بدا أرنهارا بالنسبة الرسائل بالنسبة اللقاءات اليومية تغغشك الطلبة نهارا قاشك كيسن عبر الأثير الإذاعات سرناش دي مارا في مرندوش دي العالم من زي غاس نصحد الطلبة يا يسعدوني سجدا الامتحانات في ظروف تختلف خمارا يسقو سيعذون نعم خص غدا سينيغ عما غرو ما يجن الحظ ضام قران خري السنين يعدان اذا ثاني تاج الخبر مفرح الان ضام قران ميمي اولا اي اي مش سقاني اي محضان النغ اذكياء تبارك الله قان مليح معروفين السلي اجتهاد نسن ثاني تاج شهد زيس مره شهد نزيد ذي الحجر يوقع من دام النغ ربع يجن تغير ذي المسار نتغوري إذن توقع عن بعد ربعاد إذن توقع وإذن بوعا ضربت لاتصالك القنوات التلفزيون ولكن ومن بعد فزت العملية بدأت كمرني المقرر إذن أوان المقرر يسد مش أسقان القران الوزارة هو الطلب أن غد امتحنن ذي الدورة الأولى أذ امتحنن ذي مين غرم ذي الدورة الأولى ذي مين استعذن بمعنى الخبر المفرح هو المواد دغرين عاود ذي المواد دغرين عاود ثانية قال المواد النير ساعدن ديس الامتحان فهمت؟ إذا ثاني تاج المكسب ساعدن ديس الامتحان يسبق ذي الفصل الأول ساعدن ديس الامتحان إذا مرن السيور شوين الضغط النفسي ما يندير يوقع يجوب الدر يوذان قارنس الهواتف قارنس سميس قارنس الحاسوب طابليت نعم يوذان صغيارة سنسيرتو كرمضان عاوذة كرمضان الكريم توقي غيار يجن مش توقيت النمط بالجيدس نعم يغيار يجن النمط بالجيدس يغيار يجن النمط ذي المكلة عاود تانية احن جير خلمي غاية الطف مش قارنس تسبع انت ساعاتين تليفوني قارز دايس إلى تأثير دكتور تأثير التليفونات والطابليتات خلع قول السن خمس سن نغثار ونغمار ذا غي تسلان غاسي جم التأثير ذا مقرن يتق شوي لاضطرابات النيضس يتق التوتر يتق القلق نعم القلق يتق الإجهاد يتق العياء والطاون الطاون شوي يتق التزغن يتق الزيسوس الجيف أو التانية يتق التركيز الانتباه فهمت؟ إذا مسمار الأعراض نلاحظيت غاية حنجيرن تغزيغ دي التصالن
يتصرف مومنتش المشورة مومنتش مش أسقال النصائح. نعم. إذن ذي الوضع هو يوقع يخصن كمير البرنامج المقرر البكالوريا. نعم. أو الثانية دانيتان يحنجان تغالي حد الساعة أدي إصدار القرار وزير التربية الوطنية تغا يحنجان بكالوريا ورهين بوك المقرر إذي غعاوذ الامتحان تغا تكمارن المقرر نسن عالي يوصل قرار هذه يزد المفاجآت فجأذن وتزد المفاجآت ذين الوسط الحجر بمعنى قيحنجان السعبان ذي المقرر الفصل الدورة الأولى. إذن قيمة كينا دكتور قيمة كينا غاش نعقب غاش نعقب ربان تحب زي ووم وربداك وشمث ووم من شعاد وسدين ووم طبعا الاستعدادات دوس وجد الامتحانات البكالوريا. تحيي الدكتور خنصايح يكشى بالخصوص الدراسة جنس الضغط النفسي القلق عن طريق تغيرات طبعا رمضان تغيرات النظام المكلة تغيرات النظام النيدس كذلك الآلات هذه ماشينة التليفونات هذه وينات غاسن جن التأثير ماشينة الدكتور خ التركيز خ الوحران خ الانتباه إن مارة تأثيرات تسند بسبب التليفون. أنا عقب عاد المعالج النفساني النغ دكتور الحمداوي وذار غواري الأستاذة المديرة الإقليمية طبعا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الاستعدادات على قدم وساق أكيد. الأستاذين مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ أمينة ممش تجيب تمنك الشكيرين بخير وعلى خير مرحبا. نبذاس الحالة النفسية طبعا نمحضها النغلي أنها هي المقرر مرة نفسية نسنقت مليح وثفنسيج النفسية عالية غال امتحانات أكيد أتكشيج النتيجة تصبحانت. إذن الأستاذين مرة السورغ شويت خل المديرية الإقليمية شم رئيس شم إجند المديرة قس سنة ممش تخدم ممش تسوجاد من الامتحانات في ظل دائما جريحة كورونا. تجمق ما رايح المترشحين المترشحات غير استعدام بكالوريا أباء أولياء الأمور وشي ترجم نهار غير استعدام دايف نشي نوان بتشا ونجا نشي نتو غير مستمر نعم مار من توقيع عند أجل أولياء الأمور التلاميذ 15 مارس تغا فقد المذكرة الاستمرارية البيداغوجية كما الدروس التلامية من خلال ريني استمرار بمقرر الموسم الدراسي ضروري وخال امتحان ديال الدورة الأولى ضروري استمرار المقرر فارس جامعة فارس مدارس العليا فارس لكونكوري غستعدون باش حنا غل المؤسسات نعم كان من الضروري خصها ضروري تكمل المقرر باش هو تفنشل المفاجآت حنا غستعدان لكونكور بالنسبة للمترشحين المترشحات الخو غاس مرحبا غاس نستع من دي غستعدون امتحان سواء الدورة الأولى نفسيا إني تغي غاس دروس حضورية تغحطا الدروس نسان استعدون الفروض نسان تيسان الحمد لله المؤشرات النقط غاغات سبحان يعني ولين شو شن مشكل بالعكس تغا حتى الوزارة مارة شهر رمضان شهر اللي قبل الامتحان شهر ستة تغتك الدروس لجميع الوسائط يعني الدورة الأولى باش التلاميذ هذا وين شوية تلقى شوية ممارسة خفورو حتى أنواع من الامتحانات يتوسعون السنوات اللي عدان نقيهن باش الطلبة التلميذ التلاميذ أذنا من أنواع من الامتحانات بالعكس هي فرصة عامة فرصة عامة هذه الامتحان في الدورة الأولى هي امتياز مقارنة مع السنوات اللي عدان تغاية سعد الامتحان دي المقرر يكمل فقط فقط دورة واحدة خصوصا التلاميذ تكون من شغل تدبير الوقت تدبير الوقت والنفسية إنسانة ديري مرتاحة ركون شينا الحمد لله خصوصا التدهيشون إن شاء الله نتمنى المناطق الأخرى تلتحق بالمنطقة الأولى إن شاء الله رخو طلبة تلاميذ فغان يعني قال شويت تقن تباعد تقن تشمامين مع احترام التباعد الاجتماعي مش أخذ فغان قوان تقلنا رياضة قبريض يعني ويقيم شاب ضغط النفسي وعود رخو الأمور الحمد لله أفضل كل شيء الوثائق متوفرة رخو إحنا جانغ البكالوريا
يعني قرضيك ومشقان يقتضي لي 8000 غير المواقع تلميذتي 6000 غير المواقع التدريس غاتكون كلشي رخو امكانيات مارة متوفره هي رغم الجائحه ما شاء الحوايج شنو جينا نغطس الافكار كاين غعاد استاذه تلاميذ زي المدار القروي بالخصوص باش نسن يعني ما استفدنا لي هني ما لاقي ما كاين غش مال الاستاذه الاستاذه مديره دائما الاقليميه سمراء باروك وذموتيغ رئيس التدبير لمصلحه الموارد البشريه وعضو بمجلس جهه الشرق الاستاذ الناصي صلاح العبودي. سي صلاح مرحبا بك. مرحبا بك استاذ شعاع ومرحبا بالمراسل المستمعين البرنامج القيم خاصه الجاليه المغربيه بالخارج وطبعا التلاميذ النغي التلميذات غيترشح ان شاء الله امتحانات البكالوريا بصفتكم رئيس تدبير مصلحه الموارد البشريه ذ الامتحانات ذ التدبير الناس للظروفان كورونا ايوا ما مشتنا استاذ شعاع مشتنا المستمعين انه البكالوريا بجن الاستحقاق الوطني بجن الشهاده اختارت لجميع المقومات النس باش تدير شهاده معترف بها على المستوى الوطني والدولي وبالتالي الوزاره التربيه الوطنيه والحكومه بصفه عامه تحاول ما امكن تكبد مجهود دبقرا باش توفر جميع الشروط باش تدير ان شاء الله الدوره عامه تعدو واخا نتعيش الوضع الاستثنائي في ظل جائحه كورونا ولكن ان شاء الله تعدو الاجراءات امتحان البكالوريا في وضع عادي وباش نستنجح البكالوريا ولابد الدور الموارد البشريه تعبئه نسن ما مش ثقال ولابد الموظفين المارن وزارة التربية الوطنية ونستوى المديرية النظر يختتري معبأة طبعا نشت السيدة المديرة الإقليمية الوزارة خوش كتازي شهار جمي هذا الاستعداد في البكالوريا على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. نعم. ما يتعلق بالموارد البشرية نتمنى أنه عام البكالوريا تغقبر تغادي 20 المترشحين للقسم عام غنتلقى 10 وهاب وبالتالي العدد الجند عامه اي مضاعف العام اي العدد تغنتلقى السنوات اللي عادوا لان نتلقى 10 وهاب للقسم وكل 10 تلامذ 2 مراقبين وبالتالي الوضع عام تقريبا 3700 استاذ واستاذه غيشاركوا في المراقبه البكالوريا 370 3653 بالضبط غيرين الحراس من المراقبين الامتحانات نعم ولكن بجانبهم ذني تقريبا 35 مدير مؤسسه لان غيري 33 مركز امتحان نعم وكل مركز امتحان يتيري ذني الاطر المكلفه بالكتابه الاطر المكلفه بالدعم اللوجستيكي الحراسه الاقتصاد الى اخره اذا في نجل الجيش المغني الموظفين عاودينا في رانيج الدوله مقرا في كل مركز اذا تعبئه شامله للموارد بما فيها حتى يتشاو في المديريه بما فيها حتى الاعوان الحراسه لان عمل لاحظ ان حتى التدابير الاحترازيه يعني محضر من دغيات غير المؤسسه سنكش الكمامه يخصك نزل الحراره سنكش هذه السعفه سنك لجل ايدغو الكوليك الى مرض طلاب نعاود موارد بشريه غيقوم في العمليه الشيء اللي دقيقه نسوجدي مره موجود موجود وبتنسيق تام ماك السلطات المحليه ولا السلطات الصحيه قيمة كاينة تفضل في نفس الوقت حتى الموظفين المديريه رؤساء المصالح والمكاتب الى اخره مجندين ما راه شاركين بالعمليه الامتحانات لان قليل مجموعه من الموظفون اتفهمني غيكسي المواضيع ديال المديريه تكون غير مركز الامتحان عاود مركز الامتحان غير المديريه وذين الموظفون غني غيكسي في المديريه تكون عاود غير الاكاديميه ونفس الشيء يتعلق صحيح بين المفتشون بين مستشارين التوجيه مستشارين التخطيط بين حتى مجموعة الموظفين نخصيصا المراقبة مسألة الغش على مستوى
اقسام التواصل الاجتماعي المراقبه ولا وبختوري باش نحارب ظاهره الغش خصنا نعاود غير موارد بشريه غيتبعنا المنايا بصفة عامة أستاذ مينا بين الإجراءات يتعلق بالموارد البشرية يلتق إذا ديني زمان المداخلة المقبلة إن شاء الله يمكن أن تتوقف دور الجماعات الترابية والسلطات المحلية بالإجراءات البكالوريا إن شاء الله ميمي الله. أنا عقب غير الأستاذ النغيجان رئيس طبعا المركز الإقليمي للامتحانات هو السي جمال بكوري. السي جمال بكوري مرحبا بك. السلام عليكم. سي جمال البكوري انتحب الزيش ربدا غال الخاصة إذا ومسوجد وتشمثو من شعاع سانيتازي ستوديو نارباط نتقن دايز التليفون نيشان أك الدكتور الحمداوي ديار رباط أك النظارك سي صالح العبوديد الأستاذ النغ المديرة الإقليمية سمراء باروك الأستاذ النغي جن مركز الإقليمي الامتحانات ممشي قال سي ورا شوية قرب شوية إمس حسن النغي إذا نغي تسران خل مركز زوانيت الإقليمي الامتحانات. شكرا أستاذة أمينة. مرحبا بك. تحية مقرا في مرة المستمعين إذاعة مزيغة زيار رباط. إذن تحية خاصة أستاذة أمينة شعال إعلامية ميانمار. شكرا. رئيس مكتب الامتحانات الإشهادية هو الأستاذ عمار كلعين كان رئيس المركز الإقليمي للامتحانات. نعم. المركز الإقليمي للامتحانات باب النظر جن طريق الكمال قام على أهبة الاستعداد. محز قام نيود إجراءات النقد التدابير النقد نيود غا المراحل الأخيرة بخصوص الإحصائيات غانغ مجموع المترشحين ديال الجهة تكمل ديال أكاديمية الجهة الشرقية للتعليم العمومي غانغ 16330 مجموع ديال العموم ديال الجهة تكمل ديال الجهة تكمل غانغ ديال خصوصي 870 مترشح غنغدي الأحرار 8797 مترشح المجموع نسندي لجهات كمر 25997 مترشح البكالوريا. بالنسبة للمراكز المراكز الامتحانات بالنسبة للتدابير الاحترازية ما توفين من غاث القمارة من أي مرنسي ورغاخ النظا حتى يلي غنغدي المركز الإقليمي للنظا غنغدي مجموع المترشحين 3652 غنغ الأحرار 2047 وغنغ بالمجموع مجموع المترشحين غنغ 5699 5999 تبارك الله. المناطق المناطق تستغلم باش ماني غاقي من هنا وبالخصوص مشينا الأستاذ النغسي صلاح 10 ديال القسم خو غانغ أعتقد غانغ 33 مركز غانغ ديال المجموعة ديال المديرية الإقليمية 33 مركز إلى مرة مخصصين للامتحانات. دايسن إجن المركز ديال الإصلاحية إجن المحلي بسلوان. وغانغ إجن المركز المغربي بمليلية غداخل لمقر الطلبة المغاربة بمليلية. داخل نشن جميع الإجراءات ما حدانش أكبر عدد المترشحين وتم المؤسسات ماني زدغنت بعدها. مثلا المترشحين زيو الاحرار تساعدهم دي زيو وسلوان تساعدهم دي الكليه الى مره تدابير احترازيه على حسب الجائحه ديال كورونا الخو نخدم اثنين جوانب الجانب الصحي او ما يتعلق بالبروتوكول الصحي كذا نستودي المؤسسات مره التشميمين تبع التعقيم الادوات التعقيم التشوير نسقط السلطات تشميمين كنيوي هنتي تيشن المركز الإقليمي للامتحانات والمديرة الإقليمية نقا نصيو غمار المراكز العدة البروتوكول الصحي مي يكمل دايس مقياس الحرارة دايس الآلة التعقيم دايس التشممت دايس هنا مرة المراكز 33 مركز مرة توصل العدة المتعلقة بالبروتوكول الصحي إذن يجي الجانب النغني عاود جانب التدبير والإعداد المادي العادي بين استدعاءات المترشحين نسكال استدعاءات المترشحين الأحرار ديال البريد وغادي يجي الطريقة المغنية غادي ندير البريد الإلكتروني نوصلو المترشح رسميا غادي متمدرس بوان ما إني الأحرار غادي كونديداتير باك مرة غادي ندخلو مرة غادي استدعاءات نسن يخصصن هذا الشن غا المركز عامة استثناء خصصن هذا الشن 45 دقيقة قبل ما يبدا الامتحان
الدخول يعني الطلبه التلاميذ النغي محضان النغي غسعدوا البكالوريا خصها دايرين 45 دقيقه قبل الامتحان 45 قبل اي ماده اي ماده لان هذه اجراءات باش توزن بالحراره باش هذيك تشمات باش هذه يعدوا غا التعقيم الا ما راك سين الوقت اذا خصها ديري قبل نعم عاود نتقاسم الدخول ديري فرضي غا المراكز الاجراء هاديري المنع من تبادل الادوات المدرسيه واللجنة ديال تمس الادوات الناس هاديري منع التجمعات امام ابواب المراكز هاديري التباعد من كاع 10 10 ديال القاعه ومع اثنين المراقبين ديال القاعات هاديري عدم تبادل التحيه سواء باليد او بالوجه وهنا مره الاجراءات مره هنا الملاحظات ديالين دي قيمه كاينه الاستاذ سي جمال جن سي جمال الباكوري يقال غادي الصوره يعني طبعا سواء الجانب الصحي سواء الجانب اللوجستيكي يعني تبارك الله كل شيء موجود انا عقب غا الدكتور الحمداوي اجراءات سريده سنماره وسريد لا زي الاستاذ صلاح العبودي وزي الاخت سمراء باروك ولا زي جمال باكوري من التاثير النفسي غاس غاي محضان الاستاذ النغ ذي النهار الامتحان الحضور 45 دقيقه قبل ديني دروس ذي القسم يعني دقا مره ما مش غيره تنفسش اني محضان الو خمسه سقان التنفيذ الاجراءات نعم للحيثيه السلامه الصحيه التباعد ولكن اكثر من ذلك ما مش سنانيه مثلا مره اي محضان غدا سنمهيئين نفسيا غدا سنوصنت الوالدين سنيني كذلك الواشون الاسره غتبدا نزير خو يعني خدمان بالفعل بس اذا مرا من النصيحه اللي غنقدم عبر البرنامج المهم جدا هو انه اخصائيح محضان غثار والنغدا غيتسران هذا سغن هذا سوجن الادوات نصن مره هذا مش سقان هذا سنطن باللقاء هذا احتار من التباعد يخص الاصدقاء تغا ومرقين هذه الخو ثلاث شهور يخص تمسجي من بوسوفوس يخص تمسجي من بوخو غنبوب يخص تحتفظ من خاخ التباعد يخص كذلك بالفعل اذا نفسيا قد سنمهيئين لانه قد نجن التخوف بالفعل لان الحدث مهم جدا قد جد يجمع التصن يوذن اذا قد جد فارقا الفضاء والفضاء الفضاء يخصها في الدبار سجن الاسلوب سجن الطريقه ماني والحمد لله رخو المناطق المغرب كلها مر المناطق المغرب تميز الحمد لله السلامه وذين بالوباء باستثناء بعض المناطق شويه ذي شويه الشكوك ولكن غالبا ذين ضمانات زعما الصحه وذين بالوباء ولكن الوباء تقتضي لانه قنت من غا كيجن العدو غير مرعي وتنزارشا فهمت انت من غا كيجن المكروه واسن تويريشا ام بنم يا الزخيج نحج جثج اذا من الافضل من الاحسن ثبرتي غنصي وذي ثار والنغضة غيتتراني الوالدين سن اذيرين حريصا اداس ندير وقت 45 دقيقة قبل يخصا تحتفظ التباعد يخصا وعطسن شاخ وياويا يخصا كيس ندوين كلينيكس مري عبصي خصا ذي عبص دقارو الناس كذلك ويتتاربو ستيلو خوم دوك الناس نغ دقنين وينات بلونكو وينها النشمرير باش هذه صحاح مرة في مسرينا مهمة جدا إذن دانيتا الدور نرواشون الدور كذلك من الإعلام باش هذه سير منايا والحمد لله محضان نغنهارة وهذه يمين النغمرة تسمح ذايا خص غدا يعني غير شن القضية غادي التارغ زي محضان كيدي اثنين محضان زي ازراف ددريش وخص يرسن سن في نجل مسألة مهمة جدا هو يخص مثلا الوينات يمشى سقاني النصائح الوينات الاساتذة خرميس غينينا ودي بدقمشة نشري بدقمشة نسي خصو تكسيبو على انه قد يجي نلمس الحرية الناس ذي نتفر بعض نتفر ذي نجي
إجن الميولات غال الحساسية يدير بنا مشوي حساس للظرفية بغي يتنفعل بغي يتقلق إذن النهر ما عصبون النهر ما قد قانج أي عاود تاني قوسين داد استعذان الامتحان وقتوارد الامتحان ما مش غيري ذيني إجن القلق ومن بعد خرمي ذي غتخش الفرصة هذا السيورغ خلق قلق الامتحان ما مش إمحضانغ إصغد بارن ما مش غصغريين ما مش غحاولنا السيوان باش الأمور تيري مليح إن شاء الله زيبت دون نهارا إذا القيمة كينا الدكتور الحمداوي إذا اللي نجيب لي نبدأ كي لو كانش نبدأ قيك اللي إذا عندما زيخطي يمينا أشي حفظ عربي دكتور اللي يخطيك الدكتور حمداوي حمد الأستاذ سي صلاح العبودي الأستاذة سمراد ومثنى جمال البكوري كينا غيجو محضار زي الدريوش يخضاغ ثنيني مشان الدريوش أزرف أذك سيغ إبراهيم زي الدريوش ألو إبراهيم ألو ألو إبراهيم تسري دي ألو الو ابراهيم زي زيد دريوش ياك اقليم دريوش اقليم دريوش اقليم دريوش ابراهيم الحمداوي مرحبا سي ابراهيم سي برنغ شويت غشوا سقسيقه كيش طبعا المؤسسه المديريه المشرفه خل طبعا الامتحانات كيش دكتور نفساني كيش مجموعه غش التساؤل ما في الحاله النفسيه نوم ما فعلا قاكني وعيين سمانيا يخصي ورا المسؤولين نغضي البرنامج شكرا صوت خصغاتي شغجن تحية تمقران إذا عين تمازير نشكرك نيوم مارا إذو مرحبا غشو سقسي شكما مش تسوجا ضد الامتحان غش لجميع المعطيات ما مش غتراح ما مش غتستعدوا الامتحان ما تقدش ما تتبعود تحت 45 دقيقه قبر يعني معلومه تقين غش نغعاد لا لا الحمد لله المعلومه تقين غالي مره المعطيات ينوض بضغط مره ها وكومي السور وكومي السور الاساتذه نوم واه غنغ الاساتذه نغ سواء اكيد نغ من طرف التليفون تقدي واتساب على الجروبات اها ما مش تقات غوري عن عن بعد عن طريق الواتساب عن طريق التابلت مش دوم توسى غوري نجيب الحمد لله فريده من نوعها أه. او جي ام ومزوارو مش الحمد لله الحمد لله كلشي محضر انت كود السن يعني البر كلشي محضر كلشي محضر مار محضر القسم غشاو سقسي غير الدكتور ني غير المديره الجهويه الاقليميه ني غاني جو سقسي الدكتور تفضل ما مش غاني نفسيا نتجاوز المرحله يا سيرتون غاني غير امتحان الوطني لي شان 7 لي 3/4 شان 7 اذا القلق ما مش من امنوس ياك التوتر والحاله النفسيه مع المرض كوفيد 19 مرحبا ابراهيم الحمداوي زي تغثكين غزي اقليم الدريوش هذا متيغا ازراف غاك ومثنغ الياس الياس البركاني الياس 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 مرحبا بك غال اذا عند مزيخت السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما مش تقى ازراف نهارا هاك مليح الحمد لله تفغم شوية الطبيعة تقام شوية دي برا واروخا مليح روخا احسن زق مزوار روخا متفاغ يعني تفوت الضغوطات النفسية تنكاس انت خنان نقصن خاوم شوية الضغوطات النفسية بالنسبة اللي يثغوري عن بعد مرة تكوضا وم يعني وذين بوشن طلبة قيمن وإذا سني وش الصبيب طبعا الانترنت باش غان باش مصوض عن طريق من مرة غاسن دي تابلت من مرة غاسن توفان تليفونات دي أزرف وا لا الحمد لله كلشي غاسن يعني كلشي موجود زين تحيغ تحيغ الجمعية داهم ديوين الطابلات مرة طلبة البكالوريا جمعية زي هولندا وا نشكال جمعية التومات عاوننا نخ جمعية التومات زي هولندا نعم وا عاونا ننخ ستابليتات تلاميذ الثانية بكالوريا تحية جمعية التومات زي هولندا خل المبادرة يا سبحانك محضان غشو سقسي خصتيني ذي طبعا الإدارة قثكيش قسمة والإخوان نغض الدكتور طبعا الأخصائي النفساني الحمداوي غشو سقسي تخصتاني
ورخا اسكسي يعني مامش غاني ديال ان تخلص الضغوطات النفسيه يا مش انا حنت على الامتحان. اذا بالنسبه للاستعدادات النفسيه قكني موجودين تحام تباعد طبعا الكبثة شمامت طبعا ساعد نفسن وتتامش استلاوات خوياوية وتمسجي من منايا يعني ربما مشينا الدكتور يعني زير خوك نيو تبروبام خاس يخفنوهم ونشين الحمد لله نشين زعما واعيين زي منايا كلشي تنيت يعني يعني كلشي اكفاخ يعني كلشي مانيني اكفاخ ديال عقل قيمة كينو هو دموتي غالاستاذة سمراء. استاذة سمراء مرحبا الزايم استاذة النغ تسريدي الطلبة يعني قاين الحمد لله مستعدين السوجاد مليح رخو تفغن شويت من هي تعاوني نفسيا السؤال مرخ القلق من دا سنغفينين رخو قلق الامتحانات هو مسألة طبيعية كيري بدا ماشي خصها مترشحين مترشحات الناس محضر النقط كنتبارين يخصها ويتيري شو مرضي ويديكو شو مرضي قلق عادي قبل الامتحان ربدا عادي عادي جدا كنتيري التخاك اللي كنتيري قبل الامتحان تايتا قول ما مش غيري السؤال ما يقصح ما يتهار ما وين عادي جدا قولي سبوع ولي سبوع حالة مرضية عادي ديري شين المغاق من يتحاشان كونكور نغشا يتعرض التخوف مني من السؤال بمجرد ما يكتب السؤال قصفي صافي بلا ما يتفري الجواب الموضوع مني واسيتيري حتى شي مشكل شين قلق يغانغ يختار شين سن تلاميذ نغ مرة وني غادي البكالوريا قتيلي دي سامنوس يعزو حتى بالنسبة للقنوات تنظروا قد جيت الوزارة مجاني يعني ويتحويجي شابي يدير رشارج من التليفون يخشى مجاني كيفكوشي يعني قال إجراءات يلقى الوزارة يعني لصالح التلميذ بشريري يعني واسي تليفون التكلفة يعني مجاني الولوج إلى المنصات مجانية باش هذه كمرت غورين من النغم زواقة امتحانات هذه من الدورة الأولى تحضر مثلا أصل الوقت الكافي للتحضير يعني ولين حتى شن إذن مسألة القلق عادية إذن عادية جدا قبل الامتحان أكيد الوزارة تقطص انت زماري قيمة صغاثي زمار التعليم الحر تجال أمور يعني لحد الآن العائلات روشونات ذني وذن وزمار خطصن الطلبة انت المدارس طبعا وجيبوا نقاع عدة لقاءات ذوى يعني تجيث موضوع معلق جار الأكاديميات دل الجمعيات السيد الوزير كان انتخص غيدخل باش ديري يجن القرار صائب ويجن القرار خاص بناني مغربيين مرة ذي الظروف نجري حتى كورونا ربما سي صالح العبودي في حفاظي برامج السريدة سنقيختن دي الموضوع بعدا إذن الوزارة وفرت تصنت مسرايين مهمة الطلبة يقيم صغا النقطة يوصي مش تمساث الجيت معلقة هذا النقطة التعليم الخصوصي أظن التعليم الخصوصي التعليم العمومي لجن خلال القطاعات مكملة يشتن في القطاع لن تتابع وزارة التربية الوطنية وغسل القانون المنظم النس يتعلق ولكن من مسألة جار صاحب المؤسسة بالأب لجن التعاقد لجن اتفاق جارة منذ البداية الآباء الواجبات نفس الحقوق نفس الشيء صاحب المؤسسة مش أعتقد أنه للنضع من خلال تحريات وتتبع النغلة على ربما ذي النضع تحل شوية المشاكل أسد سيد المدير الإقليمية مش نغم تريم لمواقع التواصل الاجتماعي دوينات على مستوى الوطني يبدو أنه النضع وعنغ إشكالات في القرانين ونشي نغنغ تواصل مستمر كرؤساء المؤسسات الخصوصية ودين المؤسسات الخصوصية قيس الإعفاء قاعي مجموعة الأداء من أداء الواجبات اللي نقيم تخفيضات معينة إذن الناظور نزمرني من الناظور لن نسجل أي استدام جاء الأداء ولا رؤساء بينما قزريد عن طريق يعني التواصل الاجتماعي تصن استداماتي وقحندي ثندام المغرب ذي منايا ونتمنى شاء الله غاز نعقب ما يميل لا إذن الناظور نتهنى الناظور نتهنى يخفلنا تفضل ماشي التعليم الخصوصي ما يتعلق بجانب النفسي كامل نعم غير باش يعني شفت التوضيحات الدكتور النغ في داوي
تتعلق بانه المساله التدابير الاحترازيه البكالوريا على ما اعتقد انه غاتريبوش التقدير النفسي في اجتياز امتحان البكالوريا لسبب بسيط جدا، وانه قبل حاله الطوارئ الصحيه المديريات الاقليميه ديال المغرب ماره وخاصه المديريه الناظور كيجي مجهود طام قرانك كامل في العمليه التحفيز والتوعيه خاصه بين الاساتذه الاداريون جميع المعطيات المعلومات كورونا ما يتعلق بالمسائل الوقايه ما يتعلق طريقه استعمال الكمامه طريقه استعمال ليجيل ادغو الكوليك يخدم بين الطاس زائد حتى الوزاره ما تلقى مجموعه من الانشطه على البعد ومجموعه المسابقات السيور بيت نصف المسائل التدابير الاحترازيه ضد كورونا. اذا زي القسم الاول حتى المستويات الجامعيه غاتنج من الوعي تام بالموروعه، وبالتالي قرات من السلام المغ انه المساله هي التدابير الاحترازيه خصوصا متاثرش نفسيا بقدر ما هو تشمج الوقت ضم قران العمل اليومي للاستعداد اليومي للامتحان وان شاء الله تحقق نتائج مهمه ان شاء الله. اتمنى النظر بدات تودي الاوائل للبكالوريا ان شاء الله النظر نعم غتنتزي الاوائل تمني ان شاء الله ثوار يعاود يدير ان شاء الله زي الاوائل ما يميل لا قبل غير حق الدكتور حمداوي عقب غسي جمال البكوري غشنا النار ريا الثاني ضخمنينا الاستاذ النغ ولا الاستاذ النغ سمراء ولا الاستاذ سي صلاح. شكرا الاستاذة أمينة. نمشيو لنقرس المرة قدامنا مراكز على أهبة الاستعداد مرة الإجراءات لصالح المتعلمين المترشحين مرة أتسعدون ديجن الظروف إن شاء الله تحية سليمة ونسيتي إن شاء الله أحق النتائج شنو نبدأ المديرية الناظور قرزة الزوارو في ونجيبو ديجاة القيادة المغربي كمر نسيتي إن شاء الله دادون الامتحانات ديجن دي الظروف تحية سليمة تسبحاني إن شاء الله شنو نبدا ان شاء الله نسيتي من نجاح الجميع ان شاء الله ان شاء الله نسيتي ما هم محضان غيعز ندي ثمورا المغرب النغم يكمر وبالخصوص قنا غسير الريف من جاريف سواء الحسيمه النضايق اللي مدريوش يعني الريف من يكمر سيتي ما طلب النغب بالخصوص ان شاء الله ذي الظروف نجري حتى كورونا ادير يزيل اوائل ان شاء الله ما يميل لا. وذا رغواري الدكتور الحمداوي الاستاذ سي صلاح النش الاجراءات الاحترازيه وغصبوش التاثير النفسي طلبه سالني جن السؤال ما مش غتخلص نزيل القلق الامتحان الاستاذه تجاوب النش عادي القلق يخصو يتذكر بحاله مرضيه. تفضل دكتور. لا هو من انني يتمثل الاساتذه انه يقرن هو صحيح غير انه اخر من استوى التدابير ماشي ماري محضان استوعابين ماشي ماري محضان زي سجن كذلك ماشي ماري محضار نثوضيت المعلومه والطاقه تنطلق ضمن نفس الحداس نفس الفهم. بالنسبه وينث القلق في مستريثه مهمه جدا لان خمين استورخ القلق هو ديجن الاحساس يتيري غبنادم بيس ايجن القلق عادي القلق نين تجي تحركن من تذ الشاربون من تذ القوه اذ فعل بنادم ما يخدم مراتو ودين بو القلق ودين والو بنادم ما يخدم ما يتهاون ويزم ما راح بعيد اذا ستريس ديري يمكن غاس جانب ايجابي كذلك لا غاس الجانب نفس الايجابي لان محفز الخدمة ما راهو يجي قاع بلا ما يتقوالو فهمت؟ نعم اذا المحفز اني غام الدينامو اني مبشكليت انت كيت شعر نتفاوت فهمت؟ خرمي تيري القلق مرمي تيري القلق يقدر غاس يري تاثيرات خرمي غير بنادم الطالب اولا أبي راح هذا يقاري قرش قوي استوعب غواله خرمي غيري يتوتر خرمي غيري يطرح سيدس خرمي غيري تفت شوي سودي التأثير نردود في أيه عود تانية مش سقان يتري غاسي جن الكف نفسي يقارش صافي قاع مارغ وغاري ماني غاني كذلك يتري القلق أنه ويتحول بو ابي يركز يطرح التركيز. اذا النصيحه ذنيت النصيحه الطالب ذروشون
لان اكيد الكوريش تنغس الميس اللي غيجي سقف قابري تقف كاك اسم جهودي لامتحان البكالوريا. امني نسي امني نسي ابراهيم زدري واش رميت راح سقسي الناس. ما مش غنسيو القلق، القلق عادي يخص التقسيم على انه قلقني عادي ها واحد. ثانيا يخص هذا محضان مره ثم الاباء كيسن كيسن التيرين حافظ خنمات النيضس يخص احنجير ويتغمي بو ارسنايين ثلاثه غير اربعه الصباح. لانه استعمل عاود ثانيه الوسائل الوسائل الالكترونيه امن دير امن غنجينا غاس تاثير يقصح يصفق الطاون غاس تاثير في الاعصاب والطاون ثم يصفق يتكسر يتكسر نعم نعم يخصها تحاول ما يمكن توفق نجار صغوري ذي الوسائل السمعيه البصريه عاود ضغا ندير شواغ ضغا ندير مقرن شواغ سجن التمارين يخصها داري شويه تطوريقين دي استيلاوات يحسوا محضار باللي متوترني مقلق ويتغمي بو يقيم يخصها ديك كاره ديبد اذيويو راه في راحه دياس نشط نصح في التجربه انه المتواضعه 20 سنه شخدم خدمه انا وياه هو يخسى كرسي ساعه تقلى اربع احنجيره ذي بد ويتغمي بول بدا يقيم خير كرسي هذه بد باش الدوره الدمويه تويور كذلك خدمي غيتحسى احنجير شويه متوتر يخسى التنفس إجا 10 مورا هذه تنفس هذه جبد النفس زكوان زارن هذه سفغ زو قموم هذه تجلي استرخاء نعم. شوي الاسترخاء لان مهم جدا يسكوا زي زي مش سقان زي الضغط الدموي ثم يتلف الاكسجين غا مش سقان غا الخلايا غا الجهاز العصبي المركزي يتسيري بنادم منشرح يقدر هذه يستوعب هذه يدور مليح هذه يضحى شديد كذلك كذلك يخص حضار النغثار والنغو السلبو والتيدرقا والسجيرس لانه تكسير سنيد المنبهات نعم عاود يخصا تحافظا امدا مني فاقن غا ثمانيه غا تسعه قاع اقصى تقدير يخصا ويتغيمي بو تصير واحد الاثنين عميمي قار غزانيتا زين بعض الحوايج يخصا باش نتلوش الاهتمام ثم الاساتذه نقصن المنويه كذلك مني مش سقان اديري جن التراتبيه ذي الخدمه يجون زين النهار اللي تخدم الماده نغس اثنين تسعاتين اللي تخدم الماده كذلك مش سقان هذا المقرر تقيم تعاود غاس بشكل دوري باش بنادم سيكاربو اي يوم ينغرق يضوا وغادي يقيم شادير عقل يخص الاطمان ننطر ونغ انه في فيزيولوجيا الجهاز العصبي المركزي الطاون نغذي السمع نخرمي تزار شنحشتي تسجلت سبحان الله هو يزمع الراقر هذه يجب بزاف الوظائف مثلا غير يتقغ المات كار غذي جن درس الفيزيك يخصتي دار غتوتسو ثوات الجيشاء بمعنى الـ يعني المحطة محطة يعني ذيك المادة النظام غاس النظام اللي اشتغل غاس النظام اشتغل الناس اساسية كذلك خص غادي يخرمي غيقارب يتغيمي نهار الامتحان يخص مثلا غادي ارتاح نطار ونا يخص ارتاح صافي لانه تكنيج العمليه اي وقت تعاد واخذ استغشاث عاد وتجي غشاث تولي تقاسن ستريس تقاسن القلق تقاسن تقاسن ثارنيس المنسوب مش سقان درجه مناث مش سقان مناث القلق بالضغط بالايجاد بالتوتر يخصنا نتصن مليح باش الفاق نغس الصباح مليح الصبان مليح اداسن خرميد غاسن يخسا وتغيمين بوت فكان الطاس يسعد المقرر في خمسة دقائق يخسا اذي هنا خرميد غي يلفغ القسمة دي متاثل التعليمات يوز زايس يفهم اذي يلفغ القسمة دي تنفس كذلك باش درجة الضغطة هو عادي كذلك مين غيد خرميد اسغوك شن طوريق في الامتحان كلمة أخيرة زيس هذه استحضار هذه استحضار الأسئلة مرة ويقربوا السؤال خاص يجاوب هذه غار الأسئلة مرة يجمع مرتين خني هذا الزديبان المقرر ذي الدماغ من السؤال
من الشابيتر من العنوان هامش غن السيور صافي الامور تاع عادي بخير لان تبارك الله الاساتذه النغ غاسن قدرات تم قرانين المنهجيه تغد المليح ثم الجيره تبارك الله قذا كيف قذ ميغيس الى اخره تمني غاسن ان شاء الله مره التوفيق سور مش قد تدعي غير كينسان وان شاء الله قم مره نجحد ان شاء الله ان شاء الله تقضي خصوصا التاس الدكتور ودار غواري الاستاذ سي صلاح يجمع وردان كار سي صلاح عبودي واخا استاذ خصنا علينا نجم نحاجه بانه في اطار الدعم النفسي والسلام خصنا سيدي غير المترشحين بانني غير الحراسه وحتى المسؤولين في امتحان البكالوريا الى اطر تربويه وجبوا اني ندير حديث حتى زيان غاس دعموا الكفوس الى اخره الى مربون سنن لما غاس التقنيات اصلا ما مش غتوصلون كي سنه مش غتوصلون مش غير هذاك التيسير السهل المأمورية خلانا باش تسال الامتحان بشكل عادي الحجة عمر الاستاذ اللي بغا يقل الحراسة الى اخره وغاتكو حارس سجن كذا بيخلق بانه الابنهم المربينهم والنكني وغا يعاونن باش ان شاء الله الامور هذه هذا ان شاء الله وتذكرش يا استاذ من اخر البرنامج وان شاء الله نتلاقى في برامج ان شاء الله ان شاء الله ترحب غزي ومربدا دار غواري نكاري الاستاذ جمال البكوري عاد ذكش غواري الاستاذ النق السي جمال البكوري جمال غواري نكار باش نتحيي الطنقران مره المترشحين المترشحات مره المستمعين نمشي للمركز الاقليمي قنران الاشاره الإجابة عن استفسارات الآباء عبر الهاتف أنا غدا خص الوسائل نطور صورك يتسن راه الإشارة الإجابة أحمر الاستفسارات الإنسان بخصوص استدعاءات في الظروف الإجراء إذن الحمد لله الأمور كلها ميسرة بإذن الله دوك شغاورا نقاري الأستاذة سمرة أستاذة سمرة بارك شكرا أستاذ أمينة تحية أستاذ أمينة تحية الطاقم التقني إن شاء الله نتمنى النجاح لجميع المترشحين والمترشحات إن شاء الله دير كل شيء مليح هذا مليح استحقاق الوطني شكرا يجو قدي مغار يني ذا نغس حسن مارة وتبعنا كينا غامرقيا يجو قدي مغار طبعا ينوجي ونعزني تغا كيدي ذي الخاصة يتوخصن استعدادات نغس وجد الامتحانات البكالوريا تقدي غنوجي ونعزني تغا كيدي زياربط الدكتور الحمداوي حمدي جان الأستاذ الباحث ابن الريف طبعا الريف معالج نفساني ومدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات والدراسات وتوجيه الطفولة والأسرة تقديغ أسياسي النغ ورجل تعليم كذلك سي صلاح العبودي عضو مجلس جهة الشرق ورئيس تدبير مصلحة الموارد البشرية تقديغ السوطس سي جمال بكوري خل المركز الإقليمي للامتحانات طبعا المديرية النظا تقديغ السوطس الأستاذ النغ يستجبن مرمي من سقسخاس مرمي من تاريت إلا وانتفيت يعني رهن الإشارة إلى البرنامج أستاذة سمرة باروك المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقضي غيم حضاني غنغضي وظن سي إبراهيم حمداوي ولا زي أزراف الأخ زي أزراف كذلك تمني غيم مريم حضاننا النجاح تمني غسن يصرف غزات تمني غسن يصرف إن شاء الله تمني غسن واتدهيش إن شاء تبني غي الشباب النغ الطازي تغط تراجان دي تليفون دي واذمن الإخوة النغ إلياس البركاني زي أزلاف تحية يسحب أزراف إذا يتسران وتغاديني وجدنا التصل أساتذة تقدر كني ومار راعفكم صحيت أرجل الخاص النغني أكوش مثقوم من شعاب